المنير ينير طريق الأهلي. شاهد هذه الكرة والتسديدة باليسرى عن طريق المنير. إذا المشاهدين الكرام، فريق الأهلي يفتتح النتيجة عن طريق محمد المنير. مشاهدينا الكرام، فريق الأهلي يسجل الهدف التالي عن طريق كراوا. كراجول يسجل الهدف التالي. كراجول يسجل الهدف التالي. هدفين للأهلي مقابل هدف للاتحاد. لافي، إذا المشاهدين الكرام، مؤيد اللافي يسجل الهدف الثالث لصالح فريق الأهلي.